I'm honored today to address the international. يشرفني أن أتوجه اليوم أو أتكلم في هذه الفعالية العالمية. إيران حرة. إدارة بايدن اليوم تسارع إلى إزالة العقوبات ضد آية الله الخميني. إن أنشطة النظام الشنيعة معروفة للجميع، محاولة تدمير إيران بما في ذلك حلفائنا أي إسرائيل أو منها إسرائيل، إضافة إلى خلق دول ضمن دول مثل العراق والعراق وليبيا ولبنان، كذلك دعم النظام السوري في سوريا ودعم الشبكات الإرهابية في خارج إيران وداخلها وارتكاب فظائع وجرائم إنسانية فظيعة. عندما نتكلم عن مستقبل إيران، أعتقد أنه علينا أن نهلك هذا النظام، أن نسقط هذا النظام. في السابق كانت هذه الفكرة مقبولة وشائعة ومعممة، ولكن قبل 6 سنوات أوباما أدخلنا في اتفاقية كارثية، اتفاقية نووية كارثية خاصة بإيران، وجميعكم يعرفها خير معرفة. هذه الاتفاقية كان من شأنها أن تضع قيوداً على قدرة آية الله ببناء ترسانة نووية ضدنا، كما كان من شأنها أو كان الهدف منها أن تربط المنظومة الإيرانية بالمنظومة المالية العالمية وتمكينها، وهذا وقد استغلوا هذا الاتفاقية لدفق أو لإرسال الأموال وتبييضها إلى مختلف أنحاء العالم. أرسلوا إلى إذن حاولوا أن أو تمكنوا من إرسال ما يتخطى 1.7 مليار دولار عبر الحدود الإيرانية وتمكنوا من غسلها. كذلك اليوم أو في آونة أو في حقبة الرئيس ترامب شجعته على الانسحاب من هذه الاتفاقية، لأنها من كانت إيران من الكثير من التفلت، وهكذا فعل. ثم كان وصلنا إلى مرحلة حساسة حيث تم إسقاط سليماني الذي كان مسؤولاً عن زهق حياة عدد كبير من الأبرياء، واليوم نصل إلى مرحلة جديدة أو فصل جديد من الإدارة الأمريكية. هذه الإدارة تحاول أن تعيد إحياء نظام آية الله. هي أي مفاوضة مع النظام سوف تهدئ من روع الناقمين على النظام وسوف تعطيه مجالا وفرصة إضافية، وهذا سيقوض قدرة حلفائنا في الشرق الأوسط. لا تخطئوا، سوف أواصل النضال في السناتور من أجل محاكمة ومحاسبة النظام الإيراني على فظائع، وسوف أمارس أقصى الضغوط على الإدارة الأمريكية من أجل اتخاذ كل ما أمكن من خطوات من أجل إسقاط هذا النظام القمعي في إيران. شكراً.